بس هشام. مرحبا يا اخوي العزيز. الله يبارك فيك. من خلالك مره اخرى نحيي كل الاساتذه النواب اللي هم اساتذه متعاقدين وما زالت ما تسودش وضعيتهم. انا ذكرت منذ قليل قلت المدخل نتاع الاساتذه معناتها مش مناظرات، لكن في الحقيقه هذه ثم ساعات الوزاره تعرف عندها شغورات مثلا 100 شغور هي ما تعمل مناظره كان على 15 مقعد مثلا لتبقى تستغل الوضعيات الهشه. أليس كذلك؟ يعني ثم بالنسبة شكرا. بالنسبة لوزارة التربية يعني سياسة مفروض عليها من طرف الحكومة وربما من حتى من يعني أطراف خارجية. بالنسبة لنا احنا ملفنا راهو تجاوز كل الحكومات، معناها مانيش نحكي ولا حكومة ودنة، راهو تقريبا من حكومة يعني محمد الغنوشي وقت اللي بن علي يحكم، معناها ولا سادة النواب يعني وراي ما حرقة نتاع جيل كامل. احنا اليوم راهو وقت اللي تتسوى وضعية تقريبا كل الملفات الاجتماعية وكل الآليات تتسوت بما فيها ملف المعلمين النواب ونباركوله مرة أخرى، احنا بقينا الملف الوحيد العارض. تقريبا هذه سياسة الوزارة، ما اخترناش احنا، ما تركناش خيار وقت احنا نغطوا في الشغورات ونضحيوا على أمل ماهوش يعني نضحيوا في نفس الوقت على أمل مستقبلا تسوى وضعيتنا. تقريبا راهو 15 سنه ثم زملاء دخلوا اعمارهم 20 سنه اليوم على ابواب من 40 و50 سنه. وطالما الاداره والوزاره اسمح لي يعني تعملكم في تكوين هي معترفه بكم وبالتالي هي المطالبه بتسويه وضعيتكم لانها قاعد تكون فيكم وتاخذوا الدورات وغيرها. نعم احنا اليوم ربما تعلت كل الحكومات وحتى بعض الاطراف الغير حكوميه ربما مساند للسياسات القاعده القوبيه الحكومات، راهو الوضع المالي صعب، الوضع المالي صعب 2011، الوضع المالي صعب 2013، الوضع المالي صعب 2020 تقريبا ما ثماش وضعيه ماليه صعبه اكثر من وضعيه الاساتذه النواب، واليوم نتفاجئوا بسياسه الوزاره ان اليوم تغلق الشغورات، تقريبا ثم اقسام اليوم وصلت ل 40 تلميذ، كيفاش نحكي نجموا نحكيوا على اصلاح تربوي وعلى مستقبل وعلى جوده العمليه التربويه وعلى مصلحه التلميذ وقت اللي تحط كلاس فيه 40 تلميذ. يعني مستحيل العمليه التربويه وتجد تسال اي مختص في علم التربيه ولا في التكوين يقول لك العمليه مستحيل انك تكون ولا تقري وتقوم بعمليه تربويه ذات جدوى وقت اللي الكلاس فيه 40 تلميذ. جميل، هذا سؤال سوف يجيبنا عليه سي مراد درويسي استاذ علم الاجتماع. اي جوده تعليميه في ظل كذا ظروف اقتصاديه واجتماعيه؟